واحد بيقول من جهة الآية التي وردت في سفر الخروج الصحة 20 عن خطية الأباء تفتقد في الأبناء، وجاء بعدها بعدها نافية هذه الآية في حزقيال 18 إن بر البار عليه يكون شر الشرير عليه. فهل هذا يعني أن خطية جدية لأبينا آدم لا علاقة لها بأبناء؟ الخطية الجدية أو الخطية الأصلية كنا نحن في صلب آدم وفي حواء قبل أن يخطئ، فلذلك كان محكوما علينا كجزء منهما. أما الكلام اللي وجد في حزقيال 18 فهو عن الخطايا الفعلية، فدايما الخطايا الفعلية لا الأب مسؤول عن الابن ولا الابن مسؤول عن الأب، لكن الخطية الأصلية دي يتوارثها الجميع.